قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تكليف الاستاذ محمد الضماطي عضو المجلس برئاسه بعثه الفريق الاول اللي هتتجه ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي الى تنزانيا لملاقات يانج افريكانز في الجوله الثانيه لدور المجموعات. الاستاذ محمد ضماطي قام بالتنسيق الكامل مع كابتن خالد بيبو ورتبوا مع بعض كل الامور الخاصه بالبعثه عشان يضمنوا توفير افضل الاجواء للجهاز الفني ولكل اللعيبه عشان يقدروا يحققوا احسن النتائج. يانج افريكانز خسر اول مواجهاته امام شباب لوزداد واكيد هيبذل قصارى جهده انه ما يخسرش قدام النادي الاهلي، لكن باذن الله نقدر نتخطاه ونحصد الثلاث نقاط ان شاء الله. برضو الضماطي يعني عضو مجلس الإدارة من الشخصيات اللي أنا بحترمها جدا، وهو برضو من الشخصيات اللي بتشتغل كويس جدا وبتحب النادي الأهلي بجد، لأن لما بتلاقي حد عندك في مركز برضو مسؤول أنا بحب أديه كريدت بصراحة. في ناس أنا ما بجيبش سيرتها لو حضراتكم يعني لاحظتوا، وفي ناس لازم تقف عندهم، فاللي بيشتغل بجد والبني آدم اللي على مستوى الإنساني كمان بيكون محترم لازم الواحد بصراحة يقول ده على الهواء يعني أو يقول ده في العموم. خلينا نتكلم، والخبر اللي معانا ده كمان بيعرفك هنا يا كريم، عجبني انا على المستوى الشخصي بصراحه عجبني بنسبه كبيره جدا، بيعرفك قد ايه، والكلام ده مش شعارات لان ممكن حد يطلع يشكر في نفسه، ما هو اللي بيشكر في نفسه مش شرط يبقى بيتكلم صح. انت بتتكلم عن منظومه كبيره اسمها النادي الاهلي، اللي حصل بياكد كلامي ده وبياكد كلامنا اللي احنا بنقوله وبياكد المعروف عن النادي الاهلي. قندوسي لو حضراتكم تابعته طبعا لاعب الاهلي المعار لسيراميكا، هو اتعرض كان لاصابه، اصابه كانت قويه جدا يعني، كان في ماتش الفريق بتاعه مع الجونه كانت مباراه وديه لكن الاشاعه وقتها اثبتت انها جزع في الرباط الداخلي للركبه، طبعا دي اصابه ما هيش سهله ابدا. ايه اللي حصل؟ اول ما النادي الاهلي عرف كابتن خالد بيبو كلف الجهاز الطبي الخاص بالنادي الاهلي برئاسه طبعا دكتور احمد جبله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا عشان يطمنوا على اصابه اللاعب. ما هو مش معنى ان انا اعرت ابني او اللاعب بتاعي ان انا ما اهتمش بيه، لا الكلام ده طبعا مش في ثقافه النادي الاهلي. كابتن خالد بيبو طلب كمان من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب واجراء كافه الفحوصات الطبيه اللازمه والبدء كمان في العلاج عشان وده او خلينا نقول حرصا من النادي على دعم ومسانده قندوسي، ومش بس قندوسي، اي لاعب بينتمي للنادي الاهلي، هي دي هي هو ده النادي الاهلي، هي دي ثقافه النادي الاهلي لغايه لما يعود مره ثانيه للملاعب طبعا بصوره طبيعيه. فيعني مش جديد، هو مش حاجه انت طالع تقولها يعني اللي هو ايه ده واو ده النادي الاهلي عمل كده، لا هي حاجه متكرره، لكن كويس ان احنا لما نلاقي حاجات او نماذج مشرفه ومحترمه بهذا الشكل يعني ان احنا نتكلم عنها، لان مش كل الانديه بتعمل كده خالص يعني. خلينا نقول انا مش عايزه اقول ما فيش انديه، هقول مش كل الانديه، فلا ومش عشان انا بقول ان انا بقارن نفسي بغيري فانا كويس، لا هو انا فعلا بمشي بالطرق اللي انا اعرفها عن الاحترام وعن فكره هنا، وقلنا الكلام ده قبل كده يا كريم، ممكن علاقة أي لاعب أو أي شخص بالنادي الأهلي تنتهي لكن بيفضل دايما العطاء موجود حتى لو ما كانش فيه على مستوى الملاعب في الإدارة أو غيره بعد كده أو في التدريب، العلاقة بتفضل دايما موجودة. فده مش وليد لحظة، ده مش نتاج منظومة مثلا كانت ناجحة في فترة ما، لا ده منظومة ناجحة على مدار سنوات طويلة جدا. فأنا حبيت ده والناس حبت ده على السوشيال ميديا، كلهم كانوا بيتكلموا، أنا تابعت ناس كتيرة كانت بتتكلم على الظاهرة دي، وعلى فكرة والله العظيم ده حقيقي مش من الأهلاوية كمان يعني، ده شيء محترم.